أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. نقرأ في موقع الهيانات: تجدد التظاهرات الاحتجاجية في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة. وفي الميدان طالع العبادي: وحيدا يدفع ثمن خراب البصرة، والدعوة يبحث عن بديل. ونتصفح في كتابات: أمريكا تستنفر قواتها في العراق. جاء في جزيرة نت: الاحتلال يقتحم الوادي الأحمر ويهدم مساكن المتضامنين. ونقرأ في العرب الجديد: اجتماع تركي فرنسي ألماني روسي حول سوريا في اسطنبول. ونقرأ في القدس العربي: بومبيو: خامنئي يتجاهل اضطهاد المسلمين الإيغور في الصين بسبب النفط. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الحياة: الجيش اليمني يحكم الطوق على مداخل الحديدة. أهلا بكم. البصرة تسقط ورقة توت المسؤولين، هو عنوان مقال للكاتب جاسم الشمري في موقع عربي 21، حيث يقول: ستعود البصرة وبقية مدن العراق لمرحلة النسيان والإهمال، وهذا ما أثبتته تجارب السنوات الماضية. محافظة البصرة العراقية الجنوبية أصبحت تماما كحلبة ملاكمة بين الشخصيات والأحزاب الحاكمة، والكل يحاول توجيه الضربة القاضية للطرف الآخر، وصارت التسقيطات السياسية أهم من تقديم الخدمات للمتظاهرين، وكأن التظاهرات كانت سبباً لإظهار حقيقة التحالفات الهشة بين معظم الأحزاب الحاكمة في العراق. تظاهرات جنوب العراق ذخب ضحيتها أكثر من 30 قتيلاً وعشرات الجرحى الذين اختطف بعضهم من المستشفيات، وما زالوا حتى الآن في عداد المفقودين. وهذه التظاهرات أحرجت حكومة حيدر العبادي رئيس حكومة تصريف الأعمال اليومية إحراجاً كبيراً، وبالتالي رأينا أن الحكومة ومعها كافة الكتل الشيعية الكبرى في البرلمان الجديد حاولت استيعاب الصدمة. المعركة بين الأطراف المتصارعة في البصرة لن تتوقف إلا بعد انتهاء ماراثون الكتلة الأكبر وتسمية رئيس الحكومة. ترقيعات أو إصلاحات حكومة بغداد تأتي بعد خراب البصرة وسقوط ورق التوت عن غالبية مسؤولي المحافظة والحكومة، هكذا يصف الكاتب. فهل ستنفع هذه الإصلاحات أم أن الحكاية وصلت لفصل جديد يتطلب منا الانتظار والترقب؟ لا شك أن الميليشيات والجماعات الإيرانية المنشأة والمصلح تم تسليحها في العراق تتحسس أعناقها الآن بعدما جرى في البصرة خلال الأيام الماضية. ما جرى في الموجة الأخيرة لم يعد ممكنا اعتباره مجرد فعل ناتج عن حالة غضب عفوية، بل بات فعلا أصيلا وموقفا قاطعا من الرأي العام البصري في مواجهة إيران وكل من يتعاون معها، إذ جرت أعمال حرق مقرات الأحزاب والميليشيات المتعاونة مع إيران بالتزامن والارتباط مع حرق مقر القنصلية الإيرانية في البصرة ورفع مطالبات بإغلاق السفارة الإيرانية في بغداد، بحسب الكاتب طلعت رميح في مقال بموقع الهيانات. لا شك أن الميليشيات والجماعات الإيرانية المنشأ والمصلحة والتسليح في العراق تتحسس أعناقها الآن بعدما جرى في البصرة خلال الأيام الماضية. نعم، لقد سبق أن شهدت البصرة أعمال إحراق لمقرات تلك الميليشيات في الموجة الثورية الأولى، لكن ما جرى في الموجة الأخيرة لم يعد ممكنا اعتباره مجرد فعل ناتج عن حالة غضب عفوية، بل بات فعلا أصيلا وموقفا قاطعا من الرأي العام البصري في مواجهة إيران وكل من يتعاون معها، إذ جرت أعمال حرق مقرات الأحزاب والميليشيات المتعاونة مع إيران
بالتزامن والارتباط مع حرق مقر القنصلية الإيرانية في البصرة، ورفع مطالبات بإغلاق السفارة الإيرانية في بغداد إلى آخره. والميليشيات لا شك تدرك أن أي ضعف واضح لها ولدورها في الجنوب سينجم عنه تحركات أكبر وأضخم على صعيد العراق. فالميليشيات تسبب سلوكها بتوفير حالة انتقامية ضدها في إقليم كردستان، وهي لم تترك منطقة في مناطق السنة إلا ونكلت بأهلها قتلاً وتدميراً وسرقة، وهي لم تترك مدينة أو قرية بلا مذابح طائفية وأعمال هدم وتهجير. هي تدرك أنها تضعف وتعيش وضعية المطارد في منطقة اعتبرتها حاضنتها الشعبية، فذلك سيجلب عليها مجابهة شاملة في كل عموم العراق. هل ترى طهران أن المعركة فرضت أو أن التراجع عن خوضها، يعني افتقاد خط دفاعي أمامي عن الأرض والمصالح الإيرانية في الإقليم، وأن التراجع الآن سيتسبب في كارثة استراتيجية لإيران غدا، وساعتها ستصبح الميليشيات قضية إقليمية بعد أن تم إدخال صواريخ باليستية إلى العراق لتمكين تلك الميليشيات من تحويل عملية القضاء عليها إلى أزمة إقليمية خطيرة؟ يبدو أن رئيس الوزراء حيدر العبادي من هواة الألعاب والمفرقعات النارية، فقد اختار أن يتخذ على مدى أسابيع موقف المتفرج حيال الحركة الاحتجاجية القوية التي اندلعت في مطلع تموز الماضي، انطلاقا من العاصمة الاقتصادية البصرة وانتهاءا بالعاصمة الاتحادية بغداد، حتى اشتعلت النيران في مباني حكومية ومقر حزبية في البصرة بفعل فاعلين أشار إليهم العبادي ولم يجرؤ على تسميتهم، وهم من خارج الحركة الاحتجاجية، كان غرضهم إحراق البصرة للقفز على أو بالأحرى إلى السلطة فيها ثم في بغداد، بحسب الكاتب عدنان حسين في صحيفة المدى العراقية. موقف العبادي التمسك بموظف عام غير مرغوب فيه جماهيرياً وسياسياً غير مفهوم، خاصة أن مطلب العزل يتصل بقضية مقتل 15 من المتظاهرين السلميين وإصابة العشرات منهم ومن عناصر الأجهزة الأمنية بجروح. حتى لو كان العبادي يعتقد أن المطلب العام بعزل قائد العمليات غير صحيح وما من فائدة أو مصلحة فيه، ففي ظرف متفجر كالظرف الذي تعيشه البصرة كان على العبادي الرضوخ للمطلب، إذ لديه خيار نقله إلى وظيفة مماثلة في محافظة أخرى أو في ديوان وزارة الدفاع أو في مكتب القائد العام للقوات المسلحة. لعب العبادي بالنار يمتد أيضاً إلى ما يتعرض له بعض نشطاء الحراك الشعبي في البصرة من اعتقالات تحت ستار ملاحقة المخربين الذين هجموا المباني الحكومية والمقرات الحزبية وأحرقوها. العبادي بنفسه صرح علناً بأن أعمال التخريب تلك تندرج في إطار الصراع السياسي بين الأحزاب والميليشيات، وأن من قام بها مندسون وليسوا من المتظاهرين السلميين. عن تلبية مطالب أهالي البصرة وقياداتها السياسية والاجتماعية بعزل قائد العمليات وبالتحقيق في قضايا قتل المتظاهرين وشن حملة اعتقالات في صفوف نشطاء الحراك الاحتجاجي، هما في الواقع لاعب خطير بالنار، فمن شأن هذا كله أن يفجر من جديد الوضع في البصرة. وإذا كانت الأمور قد أصبحت تحت السيطرة في الأيام الأخيرة، فليس في وسع العبادي أو سواه ضمان عدم خروج الأوضاع عن السيطرة بحسب الكاتب. عن التوتر الأمريكي الإيراني في العراق كتب خطار أبو دياب في صحيفة العرب اللندنية، إذ أن إدارة ترامب تعتبر أن إيران هي رأس محور الشر وأنها سبب كل المساوئ في الإقليم، ومن هنا يتوجب ردعها انطلاقا من حديقتها الخلفية، بينما تريد طهران أن يتم التسليم بأن العراق هو امتداد استراتيجي لها. وما تردد أواخر هذا الأسبوع عن احتمال اختيار عادل عبد المهدي اليساري القديم نائب الرئيس السابق والإسلامي المقرب من إيران حالياً لمنصب رئاسة الحكومة، وليس فالح الفياض الذي قرر العبادي فصله من رئاسة الحشد الشعبي، وإصرار الصدر على شخصية بيروقراطية غير حزبية
يدلل على صعوبة التوصل إلى معادلة لا غالب ولا مغلوب في المبارزة الدائرة بين بريت ماكورك المبعوث الرئاسي الأمريكي للتحالف الدولي ضد داعش ورجل واشنطن الأول في العراق، والجنرال قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني ومسؤول الملف العراقي في القيادة الإيرانية، في سياق مسعى استرداد زمام المبادرة على الساحة والإمساك بأوراق أخذت تنزلق من بين يديها. تتحرك طهران على عدة خطوط أبرزها زيادة دعم وتسليح الحشد الشعبي والميليشيات التابعة لها التي تقوم بملاحقة منهجية واضطهاد لقادة التظاهرات في البصرة، والعمل بشكل استباقي في عدة مناطق لإخماد كل توجه معارض في المهد. أتت احتجاجات البصرة التي اندلعت اعتبارا من 6 يوليو الماضي لتشكل انذارا حول الدولة الفاشلة أو بالأحرى المغيبة، ليس فقط بسبب تلوث مياه الشرب وتسممها أو ندرتها أو بسبب أزمة المرافق العامة وتدني الخدمات وارتفاع مستوى البطالة، بل لصلة غضب العراقيين بمجمل التردي الأمني والسياسي الحاصل. إدلب، هل تزدل إدلب الستارة على الثورة السورية؟ سؤال طرحه الكاتب أسامة أبو أرشيد في مقال بصحيفة العربي الجديد. فمع تصاعد نظر عملية عسكرية واسعة قد يشنها نظام بشار الأسد على محافظة إدلب بدعم من حليفيه إيران وروسيا وتعهد تركيا بأنها لن تقف موقف المتفرج ولن تشارك في مثل هذه اللعبة، فإن المنطقة قد تكون مقبلة على تصعيد كبير قد يتجاوز الحدود السورية إلى حرب في الإقليم. المآل الذي تتجه إليه الثورة السورية هو حصاد 7 سنين من الأخطاء التي ارتكبها الثوار السوريون من سياسيين وعسكريين، كما هي حصاد حسابات تركية سياسية وعسكرية خاطئة، فضلاً عن تواطؤ أمريكي شائن. لم أضمن هنا جرائم النظام السوري وجرائم حلفائه، ذلك أنه لا يتوقع منهم غير ذلك، ولم أشر إلى الموقف العربي، ذلك أنه غير قائم وهو غير ذي شأن يرتجى وهو منفعل لا فاعل. أخطأ الثوار أولاً عندما فشلوا في اقتراح مشروع وطني سوري جامع، كما أخطأوا ثانياً حين تشرذمت صفوفهم، وأخطأوا ثالثاً حين تحول كثير منهم سواء كانوا سياسيين أو عسكريين إلى وكلاء لأطراف خارجية إقليمية ودولية، وأخطأ بعض منهم رابعاً عندما ظنوا أن إسرائيل يمكن أن تكون ورقة يلعبونها لصالحهم مع الولايات المتحدة وضد نظام الأسد وإيران، فكان أن باعتهم إسرائيل في الجنوب والجنوب الغربي السوريين في شهر يوليو تموز الماضي، أما تركيا فكانت كحبة البندق بين فكي الكماشة الأمريكية الروسية. الولايات المتحدة تدعم خصومها الأكراد في شمال سوريا وروسيا تبتزها تكتب الولايات المتحدة تدعم خصومها الأكراد في شمال سوريا وروسيا تبتزها بملف الأكراد نفسه، وتمنيها بموازنة الكفة مع الولايات المتحدة المتنكرة لها باعتبارها حليفا. الأمر الوحيد الذي يبدو مؤكدا أن إدلب لن تبقى خارج قبضة النظام طويلا، ونحن قد نكون على أبواب فعلا إزدال ستار على واحدة من مراحل الثورة السورية، من دون أن يعني ذلك عدم استمرارها بسياقات وأشكال أخرى للأسف. ذلكم هو حصاد الأخطاء في حسابات الثورة وحلفائهم كما يصف الكاتب، وتلكم هي نتيجة تواطؤ الأضداد والخصوم واجتماعهم على وأد ثورة عادلة ضد نظام وحشي مجرم بحسب الكاتب. في منطقة الشرق الأوسط الكل ضد الكل والرابح الأكبر إسرائيل، بحسب مقال الكاتب عبد الحميد صيام في صحيفة القدس العربي، حيث يقول: المنظر عن بعد يبدو معركة عمومية بين مجموعة من الناس لا تعرف من معك ومن ضدك، تضرب أي إنسان يقف في وجهك وتتعرض لصفعات لا تعرف من أين أتتك. الأمور في العالم العربي ليست منقسمة بين أسود وأبيض ولا يسار ويمين
ولا إلى معسكر الرأسمالية برئاسة الولايات المتحدة يقابله معسكر الدول الرافضة للهيمنة الأمريكية بقيادة روسيا، ولا إلى محور الممانعة ومحور الاستسلام. فهناك تداخل وتخبط في العديد من المواقف، فقد يقف عدوان معا ضد هدف ثالث ثم يتقاتلان بينهما على موقف آخر، وقد تجد نفسك مؤيدا لموقف معين ثم تعود وتتراجع عنه أو تعدله بسبب التطورات على الأرض وتداخل المواقف وتعدد اللاعبين على المسرح العربي. كل يدعي أنه على حق، وكل يتغطى مرة باسم الإسلام أو العروبة أو الوطنية أو محاربة الإرهاب والتطرف، وقد يكون هذا الطرف هو الحاضن والمصدر والممول للإرهاب. المشهد الأكثر وضوحاً في الشرق الأوسط هو تعدد الحروب والنزاعات والأزمات الكبرى والتفتت الطائفي والعرقي والمذهبي. فما زال ثلاث حروب مشتعلة في آن واحد: سوريا واليمن وليبيا، وكل صراع مسلح له خصائصه المعقدة. هذا المشهد السريالي لم يأتي صدفة، فخلف الستار تختبئ إسرائيل، تحرك المشهد بطرق شتى وتعمل على تفاقم النزاع بين أولاد الحي المنتمين إلى العرق والثقافة واللغة والدين والتاريخ والجغرافيا نفسها. فكل ما يجري من نزاع وقتال وتفتت وإرهاب ينتهي لصالح هذا الكيان الذي زرعه الغرب بالقوة في موقع القلب من هذه المنطقة، لتبقى متخلفة متفرقة تقاتل بعضها بعضا كي ينعم هو بالراحة والأمان والرخاء والتنمية والاستقرار. بعيدا كل البعد عن السياسة وإسرائيل، خسر مطعم صيني شهير حوالي 190 مليون دولار من قيمته السوقية بعد أن وجدت امرأة جنين فأر ميت في صحن الحساء، وتراجعت القيمة السوقية للمطعم مباشرة بعد انتشار الخبر، وفشل المطعم في التوصل لاتفاق مع المرأة التي رفض زوجها التسوية والتنازل قبل أن تحصل زوجته الحامل على فحص شامل، وتم تعليق أعمال المطعم مؤقتا بسبب هذه الحادثة. وكان المطعم عرض تسوية على المرأة بقيمة 700 دولار تقريبا مقابل إنهاء القضية، وانتشرت صورة الفأر الميت سريعا على شبكات التواصل الاجتماعي في الصين وقوبلت بغضب شديد. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.